الآية التي قبلها قال الله عز وجل فيها: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. آيات مضت في سورة الأنفال تبين كيف يتعامل المسلمون مع أعدائهم. ثم قال أصدق القائلين: وإن جنحوا، أي وإن مالوا وقصدوا. وإن جنحوا للسلم وهو ضد الحرب، كما بينت الآيات والسور الكريمة هذه وغيرها كيف يتعامل المسلمون مع غيرهم في الحروب، بينت لهم كيف يتعاملون مع غيرهم حال السلم. فقال الله عز وجل: وإن جنحوا، أي مالوا وقصدوا، قالوا: لأن الطائر إذا هم أن يقع على الأرض مال بأحد جناحيه إليها. فاستعير هذا منه: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. لما كان صلى الله عليه وسلم قيما على أمته وليا لأمرها خوطب بهذا، وكل حكام المسلمين بعد ذلك تبع له صلوات الله وسلامه عليه. فقول الله عز وجل فاجنح لها، أي لا ضير عليك ولا حرج ولا جنف ولا إثم أن تقبل بالسلم. فوصلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر، ووادع الضمرية، وهادن قريشا، وغير ذلك كثير في سيرته العطرة وأيامه النضرة صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء إنه لولي أمر المسلمين أن يبتدئ بالصلح إذا رأى أن في ذلك منفعة تجلب أو شرا يدفع، كما أن له أن يقبله إذا دعي إليه متى غلب على الظن أن في ذلك مصلحة للمسلمين، دفع ضر وجلب منفعة. فقال الله عز وجل هنا: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. فالله عز وجل يكفيك ما أهمك في الحرب، ويكفيك ما أهمك في السلم، إنه هو السميع العليم. هذا حصر كمال، بمعنى أن الله عز وجل يسمع منهم ما لا تسمع، ويعلم عنهم ما لا تعلم. فلا يخفى على الله عز وجل شيء من أقوالهم، ولا يخفى عليه عز وجل شيء مما تكنه ضمائرهم. وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. ثم قال: